السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. ويا مرحبا بأخوي خالد النعمة، نقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فهد، يا مرحبا ومسهلا فيك. الله يرحمك. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقتنا اليوم، مواضيع أيضا متنوعة وضيوف أيضا متميزين، هذا وإلى جانب أيضا سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدورة وأبرز ما في حلقة الليلة. مؤسسة حمد الطبية تفتتح عياداتها لموسم التخييم الشتوي في منطقة سيلين. جامعة قطر تفتتح باب تقديم طلبات القبول لبرامج الدراسات العليا لخريف 2023. عناوين مميزة إن شاء الله راح نتابع مع مشاهدينا في سياق حلقة الليلة مع الضيوف يتحدثون أكثر عن هذه العناوين. وفي البداية، لعبت خدمة الإسعاف مؤسسة حمد الطبية دورها بنجاح وتميز، وحققت الإنجاز تلو الآخر أو تلو الإنجاز بما يتناسب مع مستوى الخدمات الصحية المتكاملة التي توفرها دولة قطر لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. نتابع معكم مشاهدينا الكرام تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. خدمة الإسعاف هي عصب المنظومة الصحية الناجحة، وقد لعبت خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية دورها بنجاح وتميز، محققة الإنجازة والإنجاز بما يتناسب مع مستوى الخدمات الصحية المتكاملة التي توفرها دولة قطر لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. وتعمل خدمة الإسعاف في قطر على تأمين أفضل رعاية طبية للحالات الطارئة وضحايا الحوادث التي تتضمن نقل ومعالجة المصابين والجرحى والمرضى في كافة أنحاء الدولة. وتواكب خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية التطور في مختلف المجالات لتقديم خدمة مميزة طبقاً للمعايير الدولية تضمن الوصول إلى المرضى والتعامل مع مختلف الحالات في وقت قياسي، مدعومة بأسطول من سيارات الإسعاف والطائرات المروحية المجهزة بأحدث التقنيات وفريق من المسعفين الخبراء والأطباء المتخصصين في رعاية الطوارئ. ومن التكنولوجيا الحديثة التي تتوفر عليها سيارات الإسعاف إمكانية إرسال بعض القياسات الحيوية الخاصة بالمريض للفريق الطبي في المستشفى أثناء نقل الحالة، استخدام جهاز فتح إشارات المرور الضوئية لتسهيل عبور سيارة الإسعاف في الحالات القصوى، أحدث التقنيات لتحديد مكان المريض أو المصاب. ولضمان سرعة الاستجابة لمختلف الحالات اعتمدت خدمة الإسعاف بعض الإجراءات، من بينها خدمة الطوارئ 999 في مركز القيادة الوطني بوقت استجابة هاتفية للحوادث في حوالي 6 ثوان، التواجد في عدة مناطق موزعة بشكل استراتيجي في كافة مناطق البلاد لضمان الوصول الأسرع لموقع الحادث في حالات الطوارئ. خدمة الإسعاف الطائر، حيث يضم أسطولاً من الطائرات العمودية المجهزة بأحدث المعدات تعمل على مدار الساعة، ويستخدم غالباً في حالات معينة تحتاج للتدخل السريع في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسيارات الإسعاف. وبفضل هذه الإجراءات بلغ زمن الوصول إلى موقع الحادث داخل الدوحة 7 دقائق وخارج الدوحة 8 دقائق في أكثر من 90% من الحالات. المستوى الكبير من الفاعلية والجودة الذي وصلت إليه خدمة الإسعاف في قطر ساهم بشكل فعال في النجاح الكبير الذي حققته المنظومة الصحية في الدولة أثناء بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث تم توفير هذه الخدمة في جميع الملاعب ومناطق الفعاليات أثناء البطولة دون أن تتأثر الخدمات العادية في مختلف مناطق الدولة. وتم تخصيص 8 سيارات إسعاف لكل ملعب و31 فريقا طبيا متنقلا، بينهم مسعفون متجولون بين الحشود وفي مناطق الفعاليات، ومسعفون مزودون بأجهزة إنعاش رئوي وغيرها من المتطلبات الخاصة بالإسعافات الأولية. وهكذا نجحت خدمة الإسعاف إلى جانب مختلف مكونات المنظومة الصحية في الدولة في تحدي تنظيم حدث كبير بحجم المونديال، لتؤكد من جديد نجاح السياسات والاستثمارات التي وضعتها قطر في خدمة الصحة ورفاه أبنائها ضمن رؤية وطنية لنهضة تنموية شاملة ومستدامة.
إذن أعزائي المشاهدين، وفي سياق أيضا متصل، افتتحت مؤسسة حمد الطبية عياداتها لموسم التخييم الشتوي لهذا العام في منطقة سيلين، وذلك للسنة 13 على التوالي، حيث تستمر أنشطة العيادة حتى نهاية موسم التخييم. بيض الله وجيهم. أكيد من اللي بيتكلم عن هذا الموضوع وللحديث أكثر عن خدمات هذه العيادة يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو السيد صالح المقارح، مساعد المدير التنفيذي لمركز خدمة الإسعاف التابع لمؤسسة حمد الطبية. صالح، يا مرحبا ومسهلا بك معنا في ترحيب. مرحبا بك. يا مرحبا ومسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة. لا شكرا على وجهك. صالح، أنا ودي أتكلم معك عن هذه العيادة. العيادة هذه تبارك الله صار لها تقريبا أكثر من 10 سنوات، تقريبا 13 سنة. نتكلم عن الخدمات اللي تقدمها العيادة في منطقة سيلين لزوار هذه المنطقة. أول شيء أنا مرة ثانية أشكر قناة الريان على أساس أشكركم، وأشكر قناة الريان على أساس دائما تسلط الضوء لما نفتتح العيادة هذه، تسلط الضوء بحيث تستضيفنا أو أنها تستضيف بعض الزملاء عشان يتكلموا عنها. طبعا العيادة هذه خلنا نعطي المشاهدين نظرة عامة. هذا احنا المنطقة هذه سيلين هي منطقة في هالوقت يكون فيها تخييم بشكل كبير، سواء منطقة سيلين بشكل خاص أو بشكل عام المناطق المجاورة مثل خرارة أو مثل داخل العديد. نعم. طبعا مع من أكثر من 13 سنة احنا شفنا العدد الموجود ويرتاد كل الفئات العمرية. نعم. أطفال، شباب، نساء، وبعض الشياب بعد يكونوا موجودين. ارتأت مؤسسة حمد الطبية أنه لازم يكون في هناك عيادة طبية أو تغطية طبية، خلينا نقول تغطية طبية عشان ما نخصص لان فيه إسعافات موجودة. صحيح. بحيث أنها تكون موجودة لتوفير التغطية الطبية للي يكون مخيمين هناك أو متواجدين سواء زوار أو مخيمين. نعم. طبعا في ناس في هالفترة هذه يخيمون يقعدون هناك ما يرجعون للدوحة. صحيح. طبعا التغطية الطبية هذه تكون من خلال توفير عيادة فيها دكتور وفيها نيرس، من خلال توفير سيارات إسعاف أو مسعفين. نعم. العيادة هذه ممكن أن 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 مرتادين سيلين يحضرون لها ويجون لها على أساس أنهم يحصلون التغطية الطبية، أو من خلال أو أنهم يطلبون الإسعاف 999 يوصلهم الإسعاف لمكانهم ويحدد يعني يعطيهم الأدوية أو أنه ينقلهم إلى العيادة. طبعا صالح، مثل ما احنا عارفين المنطقه هذه منطقه سياحيه، وايضا صحيح. تقام عليها يمكن اكبر منافسات الطيور اللي هو مهرجان مرمي. صحيح. ايضا الله يحفظ عيالنا هدد التحدي، فكلها يكون قريبه. نبي الان يعني توضح للمشاهدين موقع هذه العياده، وايضا اوقات الدوام اذا كان هناك الدكتور وايضا النيرس. طبعا مكان العياده بشكل واضح عقب ما تجاوز الشاليهات وتدخل داخل. ايوه. مسافه 7 متر. نعم. بين البحر وبين الطقس اللي موجود. بنايه كبيره فيها عند المواقف. عند المواقف بنايه كبيره فيها اخواننا من 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 البيئه والبلديه، واحنا عندنا مكان جزء صغير في عياده وفي لافته كبيره عليها مؤسسه حمد الطبيه. طبعا الشخص اللي يحتاج تغطيه طبيه مش انه لازم يجي العياده، ممكن يطلب الاسعاف، الاسعاف يجيه للمخيم اللي عنده. نعم. المخيم اللي عنده. بخصوص التوقيت، احنا العياده بتكون موجود الدكتور والنيرس يكونوا موجودين من الساعه 3 العصر يوم الخميس الى يوم السبت، يوم السبت في الليل. السبت في المساء، لان الفتره هذه يكون فيها ازدحام. يعني ازدحام. باقي الايام الاسعافات موجوده هناك. ممكن انها تخدم اي حد محتاج تغطيه طبيه. نعم. طيب صالح، انا ودي اسالك الان، لما نتكلم عن في كثير من الاصابات والفعاليات اللي ممكن تصير لا قدر الله عن اي عارض، ما هي امكانيات هذه العياده؟ ما هي نوعيه الاصابات اللي تتعامل معها لما تصير؟ انت تتكلم عن يعني نطاق ضيق في هذه المنطقه، ولكن صحيح. تقدم خدمات يعني سريعه او عاجله، ما هي نوعيه الخدمات؟ طبعا خلينا نقول بشكل عام، اي العياده مجهزه لاي حاله عرضيه. نعم. او طارئه. نعم. احنا نتكلم على اللي مش يهدد حياه الشخص. نعم. مش مثلا حادث او شغله شخص يعني معرض للحمى، انه ممكن يوصل العياده ومن هناك احنا ننقله، بس عاده الشخص اللي يطلب التغذيه الطبيه بيطلب من خلال اذا لما يكون فيه حاله كبيره راح يطلب من 999 ووصول الاسعاف، الاسعاف راح يحدد انه ما راح يوصل العياده لان حالته امرجنسي بيوصله لاقرب مستشفى. الاسعاف الطائر او اقرب مستشفى او غيره. نعم. طبعا الحالات المرضيه اي حاله مجرد ما يفحص الدكتور بيشوف الحاله المرضيه، بيفحص مغص، حرارة، نزول ضغط، ارتفاع ضغط، أي شغلة ممكن يفحص، ممكن يعطيه الأدوية
هو في العيادة في نفس الوقت يعني في نفس الوقت ويخليه ينتظر ساعة لين يطمن عليه أو ممكن يطلب تحويل ويحول من خلال الإسعاف إلى مستشفى مستحيل. ممتاز. صالح أيضا هناك يمكن في رحلات في مخيمات الواحد يشتغل الحدايد يعني اسم على المشاهدين أيضا السكاكين وما شبه ذلك الجروح الخياطات هذه تكون أيضا متواجدة هناك. نعم طبعا الأشياء البسيطة ممكن أن الأشياء البسيطة الجروح البسيطة أو الحروق البسيطة هذه الدكتور والنيرس ممكن هم يعني يتعاملون معها. لا قدر الله نجي للإصابات الكبيرة اسم الله على المشاهدين أيضا الحوادث مثل ما ذكر أخوي خالد. نعم. وذكر أيضا الإسعاف الطائر متى توجهون للإسعاف الطائر وكم عندكم إسعاف طائر؟ طبعا الإسعاف الطائر عندنا ثلاث إسعافات ما شاء الله طائر اثنين تكون اثنين شقارة واحد ستاند باي. طبعا هذا بالتعاون مع أخواننا في سلاح الجو هم اللي يطيرونه والتيم أو طاقمنا يكون موجود معهم. كتيم واحد كتيم. نعم. أنا ما أبغى أدخل في التفاصيل بس أي. كتيم واحد صحيح. طبعا في الحالات هذه أي حالة يعني الحالات الكبيرة مجرد ما يكون في حادث كبير مجرد ما يكون فيه حادث فيه أكثر من شخص أو في مكان ما توصل أهل الإسعافات يعني الإسعافات توصل كل الإسعافات لازم توصل هو من البروتوكول أن الإسعاف الطائر لازم يوصل قدام الإسعاف لأن في المسعف أو الإسعاف يوصل المريض يشتغل على الحالة يسوي كنترول يعني يطمن على الحالة إن لو هي خليها تحت السيطرة السيطرة على الحالة نفسها. نعم. أنا ما أدخل في تفاصيل طبية. نعم. في نفس الوقت مجرد ما الاتصال يوصل 999 المستجيب أو المتلقي الاتصال هو راح يسوي ديسباش أو يحرك السيارة وفي نفس الوقت يجهز الهليكوبتر. نعم. أو الإسعاف الطائر. نعم. فهذه كلها يعني في بروتوكولات تمشون عليها التعامل معها احنا دائما نستخدم الإسعاف الطائر في سيرين بشكل يومي. طيب احنا خلينا نتكلم يعني احنا دائما ما نشوف يعني بعيدا عن هذا الموضوع والشيء بالشيء يذكر كثير يعني نرفع من مستوى الوعي عند الشباب وكذا انتبهوا من بعض الامور المخالفات اللي ممكن تصير. صحيح. ساعات الشباب يتحمسون بزياده اكثر الاصابات يمكن تكون شيوعا واحنا ما نبي نتكلم عن تزايدها وتناقصها ولكن الاكثر اللي تحدث في هذا المكان هل نتكلم عن كسور هل نتكلم مثلا عن مغص نتكلم عنها يعني شنو هي اكثر الاصابات هو طبعا الاشياء العرضيه هذه بشكل يومي يعني احنا تعودنا على يجي انا ببنادول انا بحبة الفلانية انا احس بصداع انا ضغط انا نسيت دواي في الدوحة ممكن اذا دواء بسيط احنا نعطيه الدواء. نعم. الحوادث الكبيرة اللي هي الحوادث سواء الكسور بالدراجات النارية او بالسيارات او بعض الاحيان يكون فيها يعني بعض الحروق اللي تصير في المخيمات واحد. نعم. ما يعرف يستخدم الغاز او ما يعرف يستخدم او الضوء او كذا فاحنا تعودنا على هذه الشيء. نعم. صالح اللهم لك الحمد الآن يمكن نصل إلى السنة 13 يعني 13 سنة من تواجد العيادة هناك في سيلين أكيد السنة هذه مش مثل أول سنة بحكم يعني تدارك بعض المواقف اللي جاتكم يعني فجأة لكن أيضا التطور مطلوب نبغي أيضا الأفكار التطورية من خلال 13 سنة إلى وصلنا الآن. طبعا احنا من الأشياء اللي احنا جهزناها يمكن ما قد انقالت احنا ما نذكر لما يكون في سيارة أو سيارتين ما نذكرها احنا السنة هذه بدأنا نغطي من سميسما وفوق من أو من خلينا نقول من الخور وفوق لأن في هناك مخيمات بسيارة زيادة قمنا نغطي دخان غطينا المنطقة الغربية يكون في مخيمين فيكون في سيارة هناك موجودة أو. نعم. سيارتين على حسب الكثرة نعم. في سيلين احنا بدينا احنا طورنا من مهبط الطائرة. نعم. أحيانا احنا يكون بيننا وبين اخواننا في سلاح الجو اتفاق ان الهليكوبتر بدل ما تكون في الاديد تكون واقفه هناك ستاند باي تكون واقفه احيانا يكون بيننا وبينهم يكون بين اتفاق بعض الاحيان احنا قمنا نتعاون مع اخواننا في الهلال الاحمر انهم يقدمون بعض الحلقات التثقيفيه ممتاز يزورون المخيمات وبعض التثقيف بعض النصائح. نعم. يعني يا جماعه الخير بعض النصائح الارشاديه اللي في للمخيمين. نعم صحيح. طيب احنا ودنا نتكلم شوي عن النصائح بشكل عام، وش النصائح اللي تحب تقولها للناس؟ يعني احنا نعرف ان الناس الان في موسم التخييم والناس ردت الدوحه من اجازاتها وما الى ذلك، وش النصائح اللي ودك تقولها؟ هو انا ما راح اذكر انا راح اذكر بعض النصائح يمكن يفوتني شيء. اي لكن نصائحنا نبي الجميع يهتم يعني في 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 الارشادات لحمايه انفسهم يعني في المخيم الاطفال وأمن السلامة. الأمن والسلامة
حد ما حد يركب البايك او شيء الا لابس خوذة او لابس السيفتي. نعم. السرعه ننتبه وحنا نمشي في بين الطعوس لان فيه ناس مسرعين وننصحهم بعد في اي مثل ما شاف الانسان انه تعرض مثلا تغريس او شيء يطلب مساعده. 999 فيها كل الجهات الامنيه. نعم. والطبيه. نعم. يعني وتقدر توصل له لاي مكان وتحدد مكانه. تعرف وين مكانه. نعم صحيح. صالح يمكن وصلنا للختام، لكن ايضا انت واخوانك سواء كل الكادر الطبي المسعفين وايضا الدكاتره والنرس بيض الله وجهكم بما قدمتوه في كاس العالم. غير مستغرب يمكن صالح كان معنا في حلقه في ترحيب قبل بدايه صحيح. كاس العالم الان عقب ما انتهينا وبدينا ايضا صحيح. في المخيمات عملكم مثل ما تقول ماشي طول السنه. الله يبيض وجهكم ويكتب اجركم يا صالح. نعم. الحمد لله رب العالمين. كاس العالم كان تجربه كبيره وكانت يعني تحديات. الله ملك الحمد يعني احنا الواحد احنا للحين في نشوه الفرحه يعني. نعم. الحمد لله كل الجهات اللي كانت موجوده صحيح قدمت بلديها. وحنا يمكن انا سافرت لكذا بلده من عقب انتهاء كاس العالم وشفت انطباع الناس شو يقولون. صحيح اللهم لك هذا يمكن الجميع يمكن انتم صحيح سافرتوا بتشوفوا الناس شو يقولون. نعم اللهم لك الحمد. واحنا نشكر يعني كل العاملين وكل من يعمل بصمت ويتحدث صحيح. عنها عمله. فاحنا نشكركم وجزاكم الله خير على وجودكم اليوم معنا، وايضا الشكر موصول مؤسسه حمد الطبيه وكل الطاقم الطبي اللي يعمل فيها على قدم وساق. شكرا على وجودك معنا اليوم صالح المقارح مساعد المدير التنفيذي لمركز خدمه الاسعاف التابع لمؤسسه حمد الطبيه. نشوفك على خير ان شاء الله في لقاء اخر متجدد باذن الله. لا انت بيض الله وجهك. طبعا مشاهدينا ايضا انتم لا انتم بيض الله وجهكم على حسن وطيب المتابعه، ولكن ما زلنا مستمرين معاكم. فاصل وراجعين، لا تروحون بعيد، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. نظمت أيضا جامعة قطر حفلا لتكريم الفائزين في مسابقة القصة القصيرة الخاصة بكأس العالم قطر 2022 والتي نظمها قسم اللغة العربية وآدابها. نتابع وياكم التفاصيل من خلال التقرير التالي. قامت جامعة قطر حفلا تكريميا للفائزين في مسابقة القصة القصيرة الخاصة بكأس العالم فيفا قطر 2022 والتي نظمها قسم اللغة العربية وآدابها. كان عندنا في قسم اللغة العربية مسابقة احتفت بأجواء كأس العالم تزامنا مع هذا العرس الكروي الكبير الذي احتضنته الدولة، فكانت المساهمة من جانبنا هي قصة مسابقة للقصة القصيرة تستوحي الأجواء والأفكار من كأس العالم، فكانت مسابقة رائعة. وصلتنا عشرات الأعمال المميزة وخلصنا منها إلى ثلاثة أعمال فائزة رائعة جميلة جدا. وإن شاء الله طبعا التفكير أننا سوف نقوم بجمع معظم الأعمال المشاركة الصالحة للنشر أن نجمعها في كتاب واحد يحتفي ب كأس العالم ويؤرخ لهذه المسابقة ولهذه الفعالية التي ستبقى دائما في التاريخ والذاكرة. وتأتي هذه المسابقة النثرية استكمالا لمسابقتي فصيح الجامعة الشعرية والإلقاء المؤثر بهدف إتاحة المجال لكل صاحب موهبة أو قدرة على الكتابة الإبداعية من الطلاب، إضافة إلى استكشاف المواهب الأدبية والقدرات الإبداعية لدى الطلبة لتنميتها وتقويتها بسلسلة من الدورات التي يقيمها قسم اللغة العربية إلى جانب مقرراته الأساسية. وما زلنا مع أخبار جامعة قطر، حيث أعلنت جامعة قطر عن فتح باب تقديم طلبات القبول البرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي خريف 2023 خلال الفترة من 8 يناير ولغاية 16 من فبراير، على أن يتم إعلان قرارات القبول لجميع الطلبة المتقدمين في 1 يونيو المقبل. وتتيح الجامعة عددا من البرامج لمرحلتي الدكتوراه والماجستير والدبلوم التي تعمل على تأهيل الطلبة
علميا وبحثيا يا خالد. نعم فهد، والحديث أكثر عن هذا الموضوع يسر لنا أن نستضيف معنا هنا في الاستديو الدكتور أحمد العون، عميد الدراسات العليا بجامعة قطر. مرحبا وسهلا فيك دكتور، حياك الله معنا اليوم. يا مرحبا بكم. يا مرحبا بكم دكتور. أنا ودي في البداية أتكلم معك عن البرامج اللي أتحتوها عندكم يعني في الدراسات العليا، سواء برامج الماجستير والدكتوراه الجديدة اللي راح يتم طرحها يعني بالقريب إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر لكم الاستضافة حقيقة. وإحنا في جامعة قطر طبعا نفخر في كوننا أن جامعة شاملة لمعظم التخصصات المطلوبة. فنحن يعني من عندكم التخصصات الأدبية والشرعية وصولا إلى الهندسة والطب والصيدلة وغيرها من التخصصات المختلفة. في هذا الفصل نكمل بقية البرامج اللي هي تقريبا تصل إلى 32 برنامج للماجستير وتسع برامج رئيسية للدكتوراه، فيها ما يقارب 20 تخصص مختلف. أيضا هناك برامج الدبلوم في التربية وفي القطاع الصحي، أيضا هناك برامج شهادة الدراسات العليا المؤهلة للوصول إلى مرحلة الماجستير. من البرامج الجديدة حقيقة نوعا ما هو برنامج الدكتوراه في حوار الحضارات، وهو يأتي استكمالا لبرنامج الماجستير في حوار الحضارات والأديان اللي أطلق في كلية الشريعة من ما يقارب حوالي 4 أو 5 سنوات. فكان البرنامج ناجح حقيقة، والآن أكملوا المرحلة القادمة إن شاء الله. نتوقع في ربيع 2024 إن شاء الله بدأ في برنامج الدكتوراه في التربية. نعم. وهو أول برنامج بثلاث مسارات تقريبا. نعم. عندنا أيضا برنامج بدأ حقيقة في فصل خريف 2022، وإن شاء الله ستكون الدفعة الثانية فيه في فصل خريف 2023، وهو برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة بالتعاون مع مركز قطر للقيادات. هذا البرنامج يعني برنامج هو الأول يعني في جامعة قطر تنفيذي، ويستهدف القيادات الشابة، وبالإضافة إلى كثير من التخصصات المختلفة كما ذكر. هذا البرنامج أعتقد، عفوا عن المقاطعة، هذا باللغة العربية أعتقد. نعم، هو البرنامج باللغة العربية الأول من نوعه في الدولة باللغة العربية في القيادة، وتأهيل القيادات الشابة في الوطنية في الدولة. وطبعا هو من مختلف الدوائر الحكومية، حتى من جامعة قطر هناك بعض الطلاب اللي يدرسون في الفترة الحالية. دكتور، ما دام ذكرت هذه البرامج، نبي أيضا نعرف الشروط والتقديم والقبول على هذه البرامج. طبعا شروط القبول تنقسم إلى قسمين، هناك شروط قبول خاصة بالجامعة يعني بشكل عام، وهناك شروط قبول خاصة بكل برنامج. كل هذه الشروط موجودة في الموقع الإلكتروني لجامعة قطر عند الدخول إلى موقع الجامعة، الذهاب إلى موقع القبول، ومنها اختيار الدراسات العليا موجود لكل برنامج تفاصيله. لكن الشروط العامة هي المعدل، فلما نتحدث عن برامج الدبلوم 2.5 من 4، لما نتحدث عن برامج الماجستير 2.8 من 4، وبرامج الدكتوراه 3 من 4. طبعا هناك برامج أخرى 2، أعتقد الدبلومات، عفوا أنا الدبلوم من 2 صحيح قبول فيه. وهناك أيضا تحقيق الشروط العامة، يعني تكون الجامعة اللي حاصل فيها الطالب على البكالوريوس هي جامعة معتمدة. نعم. جامعة معترف بها. وفي الدكتوراه أيضا تكون الجامعة من الجامعات المعترف بها، لا تكون يعني المراسلة بالنظام المراسلة أو عن بعد وغيرها. طبعا هناك تخصصات أخرى، بعض التخصصات تشترط اللغة الإنجليزية، اختبارات الآيلس، بعضها تشترط اختبارات تخصصية أكثر مثل الجي آر إي وغيرها. كلها يجدها الطالب في موقع الدراسة العليا. ولذلك أنا يعني أدعو دائما أي شخص مهتم بالدراسات العليا لزيارة الموقع. صحيح. توجد فيه المعلومات كاملة. صحيح. وفي حال عدم وجود مثلها، إما يتم التواصل مع مكتب الدراسات العليا أو مع الكليات ويفيدونه بكل المطلوب. طيب إحنا دكتور نعرف أن جامعة قطر حصلت مؤخرا على العديد من الاعتمادات الأكاديمية، ولكن يعني لما نجي نتحدث عن الدراسات أو البرامج الأكاديمية، ما الذي يميز هذه البرامج الأكاديمية التي توفرها جامعة قطر؟ طبعا الاعتماد في جامعة قطر، هناك اعتماد على مستوى الكليات والبرامج، وهناك اعتماد على مستوى الجامعة. إحنا الآن إن شاء الله قريبا سيعلن عن يعني دخلنا في موضوع الاعتماد مع بعض المنظمات الدولية، وإن شاء الله قريبا سيعلن القرار في ذلك. هناك كليات معتمدة عندنا، اعتمادات دولية، برامج الدراسات العليا تم تصنيف كثير منها في مستوى 100 أفضل برنامج عالميا، أو أفضل 200 أو 250 برامج عالميا. في برامج فريدة من نوعها غير موجودة في أماكن أخرى مثل برنامج الحوار الحضارات وغيرها. البرامج الأكاديمية في جامعة قطر
تخضع للتطوير والتقييم المستمر. ممتاز. كل 4 أو 5 سنوات تقوم الجامعة باستضافة خبراء أكاديميين من جامعات الأفضل على مستوى العالم. ما شاء الله. يأتون إلى الجامعة، يقيمون البرامج، يقومون بالمناقشة مع أعضاء هيئة التدريس، مع الكليات، اقتراح بعض الخطط التحسينية. أيضا أعضاء هيئة التدريس الموجودين في الجامعة هم من نخبة أعضاء هيئة التدريس. في العام الماضي تم الإعلان عن أفضل 2% من الباحثين حول العالم، وكان لجامعة قطر نصيب أكبر من الأساتذة القطريين وغير القطريين. ما شاء الله. جامعة قطر تعتبر متقدمة جدا في البحث العلمي والتصنيفات مثل ما ما شاء الله. حتى الـ H-Index عالي جدا للأساتذة والدكاترة المتواجدين. نعم، فلذلك يعني البرامج اللي عندنا الطالب لما يأتي يعني المهارات اللي يكتسبها، وكذلك الجلوس مع الأفضل ونخبة الباحثين والأساتذة من حول العالم. نعم. صح. تكلمنا أيضا عن البحوث والبحث، دكتور نبي نعرف أيضا بماذا تتميز برامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة، وأيضا كيف تساهم في صقل المهارات البحثية للطلاب؟ نعم، برامج الدراسات العليا عندنا في الجامعة في غالبها هي برامج تكون نهاية البرنامج هي رسالة ماجستير أو رسالة دكتورة. طبعا خلال المقررات نفسها الدراسية التي تعطى للطالب يتم التركيز فيها بصورة أكبر على تنمية المهارات البحثية، لأن الطالب حصل على المعلومات في مرحلة البكالوريوس. صحيح. وحتى في التعليم الأساسي في الماجستير يعني. نعم، وفي الماجستير يكون في بعض يعني مقررات المهارة. نفسها تكون بطريقة ما يسمى بالتكليفات البحثية. فالطالب يقوم بإعداد المقرر والتحضير للمقرر قبل المحاضرة نفسها. هناك قراءات أكثر، يعني ممكن يكون طالب البكالوريوس يأخذ كتاب أو كتابين، بينما في مرحلة الماجستير الطالب يحتاج إلى اطلاع إلى على مستوى أكبر. صحيح. وإعداد بحوث مصغرة. صحيح. وصولا إلى مستوى الرسالة. فكل هذه تهيئ الطالب للناحية البحثية، أنك أنت الآن هذه المعلومات اللي اكتسبتها كيف توظفها. صحيح. لتنمية المهارات. نعم. نعم. طيب دكتور، لما احنا نجي نتكلم حق أو نتكلم عن البحث العلمي عموما، يشار إلى مسألة البحث العلمي دائما يعني مرحلة متأخرة عند الدول العربية. نعم. بسبب قلة الباحثين، قلة من نتائج البحث العلمي. احنا كيف ممكن يعني نهيئ الطلاب ان يدخلون في مجال الاكاديميه او مجالات. صحيح. البحث العلمي؟ البعض منهم ياخذ مثلا رساله الماجستير وينتهي به المطاف انه حصل على الماجستير ولا حصل على الدكتوراه. ولكن المفروض منك جمله وتفصيلا ان انت تعد وتزيد في البحث العلمي وتضيف. كيف ممكن تطور هذه المفهوميه وهذا العلم انه لابد انك انت تستمر في عمليه البحث العلمي؟ احنا حقيقه في جامعه قطر، شكرا على هذا السؤال، في جامعه قطر بدأنا نعمل في هذا الاتجاه بحيث أننا ننمي الثقافة البحثية. صحيح. عند الطلاب. فعندنا مثلا وظيفة مساعد الدراسات العليا التي تعتمد بصورة أساسية أن يقوم الطالب بالنشر في المجلات المتميزة في كل سنة في مجلة. أيضا من حوالي 3 سنوات دشنا الخريج المتميز بحثيا. ممتاز. وهذا الخريج يقوم بنشر أبحاث في مجلات متميزة أكثر من زملائه الآخرين. يحظى بالتكريم في حفل التخرج من سمو الأمير راعي الحفل، وكذلك سمو حرم سمو الأمير. نعم. ويعني يقوم يعني في حقيقة لمسنا هذا التنافسية العالية جدا. أصبح هناك اهتمام بالبحث العلمي. أصبح الطالب مجرد ما يدخل الجامعة يبدأ يتحدث مع الأستاذ كيف ننشر، أين ننشر، ما هي أهمية البحث. البعض يقول لك نعم أنت الآن أعطيته مغريات. فعليا هذا الطالب، كثير من الطلاب بده يقول لك أنا انتهيت من مسألة أنه أكرم وغيرها، أنا اللي وجدت أنه في فعلا أثر إيجابي علي. صحيح. أنا وتنمية. صحيح. مهاراتي في أني أبحث. نعم. فكثير من الطلاب نلقاهم يتواصلون معنا. نعم. لو سمحتوا الرسالة لا تنشرونها في موقعكم، أنا أبي أنشر منها أبحاث. صحيح. أنا أبي أكمل أبحاثي. نعم. ففعلا يعني هناك توجه في جامعة قطر تشجيع. صحيح. هذا المجال، وهذا يعني انعكس في الفترة الأخيرة، وجدنا زيادة الإنتاجية البحثية في جامعة قطر. صحيح. ممتاز. دكتور، يمكن يعني في نفس المجال نتكلم أيضا عن الدراسة بالإضافة إلى الدراسة والإنجاز البحثي في الجامعة. الآن نرجع للطالب وما يترتب على هذا الطالب. أيضا نبي نتكلم عن البيئة الدراسية والفرص التي تتيحها الجامعة للطلبة، يعني من حيث هذا المجال البرامج، بعدين الفرصة اللي تتيحها الجامعة لهذه الطلبة. نعم، البرامج عندنا مثل ما ذكرت لك في البداية هي تعتمد على مسألة البحث. طبعا اختيار الطلاب في برامج الدراسات العليا يكون على
طبعا هناك مقابلات وهناك اختبارات وغيرها، وعلى مواضيع يعني. نعم، في الدكتوراه هناك مواضيع لابد ان يختارها الطالب حتى يتم تقييمه. طبعا الطالب ممكن في مرحله من المراحل يتوقف مع بالاتفاق مع الكليه والمشرف انه العنوان هذا اصبح يحتاج الى تطوير او يحتاج الى تغيير. صحيح. لكن الجامعه بحد ذاتها هناك عندنا مجموعه كبيره من الخدمات لتوفير بيئه علميه بحثيه. نعم. على سبيل المثال في الجامعه، مكتبه الجامعه هي من اكثر المكتبات تطورا في الفتره الحاليه. صحيح. وعندنا قواعد بيانات مشتركين في معظم مراجع البيانات الموجوده حول العالم. نعم. في مكتب الدراسات العليا على سبيل المثال استحدث مكتب من حوالي 3 سنوات، هو لدعم التعلم عند الطلاب. المقصود به ليس دعم التعلم يعني، لكن المقصود به توجيه الطلاب واعطائهم الدورات العلميه لتؤهلهم للبحث العلمي. صحيح. من بدءا من وضع خطه الرساله او خطه البحث وانتهاءا بكيفيه النشر. نحن لا نقوم بقراءه ابحاثهم ونصححهم، لا، نحن نقوم باعطائهم وتنميه المهارات اللي تعطيهم اياها الكليه بحيث يستطيع كتابه بحث علمي مؤهل للنشر في افضل الجامعات. صحيح. وهناك اقبال كبير جدا حقيقه. ايضا هناك الاستشارات الشخصيه، الطالب احيانا قد ياخذ تكليف في احد المقررات، الطالب يعني جاي من مرحله البكالوريوس قد لا يكون لديه المهاره الكافيه، هناك جهة معينة في الجامعة يذهب لها الطالب يبدأ في النقاش مع المختصين الموجودين عندنا في مكتب الدراسات العليا، ما هي الطريقة المثلى حتى أبدأ، من أين أبدأ، كيف أبدأ، كيف أقرأ القراءة الصحيحة. صحيح. كيف أختار العنوان، كل هذه الأمور. طبعا هذا الأمر يكون إما عن طريق المختصين في مكتب الدراسات العليا وأيضا من خلال أعضاء هيئة التدريس في الكليات في مخيم التاد التدريبي اللي يعقد في كل سنة، يجمع فيها أعضاء التدريس اللي عندهم مشاريع، الطلاب يجون يجلسون معهم. نعم. جلسات غير رسمية كما يقال، مثل أحيانا في المحاضرة وغيرها، لا، الطالب يجي ويجلس ويسأل الدكتور أنا عندي اهتمام في المجال الفلاني، كيف، ما رأيك أنت؟ الدكتور ممكن يقول لا، المجال هذا خلاص في أبحاث مكتوبة. صحيح. ليش ما تروح للمجال هذا؟ فكل هذه البيئة تشجع الطلاب على أنها يتجه للاتجاه الصحيح الموافق للتخصص اللي هو يريده. نعم. يمكن دكتور هذا يخليني استطرد معك في الحديث اكثر، ايضا البعض من الناس عنده يمكن التوهج العلمي لعمليه البحث وايضا دراسه امور معينه يمكن تكون جديده على المنطقه، ولكن ما بالك بهؤلاء الاشخاص اللي يمكن يكون عندهم دافعيه لتقليد البعض من زملائهم، وان والله اخذ رساله مثلا ماجستير في اي اطروحه باخذ نفسه وبغلده، ولا أخذ رسالة دكتوراه في أي إطروحة بأخذ وبقلده، ولا يمنع أن يكون هذا أمر صائب، ولكن قد يكون هنالك طريقة أفضل في عملية التفكير أو رسم المستقبل. هي رسالة الدكتوراه ولا الماجستير ترسم لك خط جديد أيضا من الإنتاج، فما تعقيبك على هذا الموضوع؟ أنا حقيقة أذهب إلى أبعد من ذلك، ليس فقط وقت الرسالة، لا، حتى في اختيار التخصص. بعض الشباب مثل ما ذكرت وبعض الطلاب المهتمين بالدراسات العليا أحيانا فلان أعرفه دخل التخصص الفلاني، فلان أعرفه، أو أنا في مجال عملي في، لا، هو ابحث عن المجال اللي يستهويك أنت كشخص. نعم. اللي ينمي مهاراتك أنت. صحيح. أنت الآن شوف احتياجك في العمل مثل ما ذكرت، أنت مستقبلك. صحيح. أنت الآن وين تشوف نفسك بعد 4 سنوات وخمس سنوات؟ هل فعلا هذا التخصص هو اللي تبيه أنت؟ صحيح. أنا كان عندي، أضرب لك مثال سريع جدا عشان الوقت، من تقريبا شهرين تواصل معي أحد المسؤولين في أحد الوزارات في الدولة، وهو رجل يعني مهتم جدا بالبحث العلمي، وبدأنا في نقاش وحوار، تبين لي أنه هو الرجل اختار التخصص اللي غير مناسب. لما بدأت أشرح الخيارات الرجل قال فعلا أنا ما أحتاج هذا البرنامج. نعم. معنى البرنامج هو له صلة بمرحلة البكالوريوس أو مرحلة الماجستير. نعم. اتجه إلى تخصص وبرنامج آخر مختلف تماما عن. نعم. البرنامج الذي. صحيح. كان يريده، وهو الآن يعني بدأ في المقابلات مع البرنامج، وإن شاء الله قريبا ولعله يعني يشاهد الحلقة فيعرف الموضوع. أيضا في فترات سابقة، في فصول سابقة، كثير من الزملاء خاضوا نفس التجربة. نعم. فأنا في النهاية أقول أنت ابحث عن ما يناسبك، ما يناسب. وما. نعم. يناسب تنمية قدراتك، وليس شرطا أن تستمع أو ترى الآخرين، قد يكون هو نجح في هذا المجال. صحيح. لأنه هو مهتم. نعم. أنت قد لا تنجح في هذا المجال ولكن تنجح في مجال آخر. صحيح. أتفق معك. نعم. نعم. دكتور خالد، أنت مبارك لك بعد الدكتوراه، يطول بعمرك إن شاء الله، أنك تكمل الأبحاث ونستفيد أيضا من المعلومات والخبرات اللي أخذتها إن شاء الله السنوات السابقة في عملية تعلم إن شاء الله لين يعني. نعم. من المهدي إلى اللحد إن شاء الله، مع المحبرة إلى المقبرة. الله يعطيكم طول العمر إن شاء الله والمشاهدين. طبعا الدكتور أحمد العون عميد الدراسات العليا بجامعة قطر
لا انت بيض الله وجهك على حضورك. الله يحييكم والله يكتب اجركم على ما تقومون به. الله يكتبكم اجركم. شكرا لك يا دكتور. الله يحييك. اذا اعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم، ولكن نطلع الى هذا الفصل القصير ونرجع بعده لمتابعه حلقه الليله من ترحيب، خليكم معنا. حياكم الله مشاهدي قناة الرياض الفضائية ومستمعين الكرام، رجعنا من هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من حلقة الليلة. قلت لك الحمد لله على السلامة، بديت الحلقة الله يسلمك، جيت من ديرة باردة. اي والله بل بوديك تغريب أبرد من الديرة اللي جيت منها. يلا خلنا نروح نشوف. مشاهدينا الكرام، نصل إلى أخبار من العالم ونذهب إلى المنطقة القطبية الشمالية، حيث نتابع مفهوم مختلف للراحة والاستجمام بات يجتذب هواة العطلات الشتوية الباردة. نتابع معاكم هذا التغريب. هنا في المنطقة القطبية الشمالية، مفهوم مختلف للراحة والاستجمام بات يجتذب هواة العطلات الشتوية الباردة، ويتمثل في الإقامة بهذا الفندق الجليدي الذي يتم بناؤه باستخدام الجليد المنحوت كل عام. ويقع فندق الجليد هذا في بلدة يوكاسيارفي السويدية، الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال الدائرة القطبية الشمالية، وقد تم إنشاؤه لأول مرة عام 1989، غير أن بعض أجزائه تذوب في الصيف ويعاد بناؤها في الشتاء، حيث تنطلق أعمال البناء في شهر أكتوبر ليكون الفندق جاهزاً لاستقبال زواره في الفترة ما بين منتصف ديسمبر لغاية شهر إبريل. ويعمل عشرات البنائين والمهندسين والفنانين في عملية البناء التي تستغرق نحو شهرين، وتتم باستخدام حوالي 5000 طن من الجليد والثلج. ويتيح هذا الفندق الغريب لزائريه النوم في غرف من الجليد الخالص للاستمتاع بالثلج على أرض الواقع. ويبلغ عدد غرف الفندق 60 غرفة، تتميز كل واحدة منها بتصميم مستقل وإضاءة مميزة. وغالباً ما ينام الزوار مرة واحدة فقط في الغرف الجليدية، ثم يقضون بقية إقامتهم في البيوت الخشبية السويدية. وتبلغ درجة الحرارة في الغرف الجليدية 5 درجات مئوية تحت الصفر، وهي تعتبر دافئة مقارنة بالخارج، حيث تصل درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. طبعا اللي يشوف هذا التقرير يطلق إلى مخيلته العديد من الأسئلة اللي تحتاج إلى كثير من الأجوبة، والواحد يطلق مخيلته، يعني الواحد يجي عليه البرد. غرفة من ثلج، يعني سريرك ثلج. تبغى دفاية بيذوب الثلج، والكثير من الأكلات يعني شلون تسويها يعني؟ أنا لا على سالفة إن هذا كل واحد يتشوط، شلون المكان كله من ثلج؟ والله. إذا أعزائي المشاهدين، أيضا من هناك وإلى الأوروغواي، حيث نتعرف في تقرير التالي على جهود مميزة لإنقاذ الخيول قبل أن تتحول أطباقا على موائد الفرنسية والبلجيكية. تسعى منظمة غير حكومية في الأوروغواي لإنقاذ الخيول قبل أن تتحول أطباقاً على موائد الفرنسيين والبلجيكيين، وتعمد هذه المنظمة إلى شراء الخيول قبل ذبحها في المسالخ التي زاد نشاطها بنسبة 60% عام 2021، علماً أن الدولة الأمريكية اللاتينية تصدر كامل إنتاجها من لحوم الخيل لأن مواطنيها لا يأكلونها. ويعد خوان بابلو من أوائل الذين تبنوا الخيول بواسطة المنظمة التي أنقذت منذ إنشائها عام 2019 ما يقارب 250 حصاناً استقبلتها من نحو 70 مزرعة خاصة. وعندما تصبح الخيول بأمان، تتولى المنظمة البحث لها عن أماكن محمية لتقضي فيها بقية حياتها.
ويقول مدير المنظمة غير الحكومية: لا أعتقد أننا سنغير العالم بخطوتنا هذه، لكننا نبذل ما بوسعنا بما تتيحه لنا قدراتنا، مضيفاً: نحن نغير حياة الحيوان الذي بدوره يغير حياتنا. يذكر أن الأوروغواي دولة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 3,500,000 نسمة، ويوجد فيها 500,000 حصان، أي ما يعادل حصاناً واحداً لكل 7 أشخاص، إلا أنها تفتقد لمزارع تربية الخيول، ويشكل إنتاج لحومها نشاطاً يلي استخدامها في مجالات عدة كالحقول والأنشطة الرياضية. شفنا معاكم تقرير مشاهدينا الكرام. خالد، اعتقد كل بلد له ثقافة وتوجه وتصور ايضا. صحيح، اكيد، يعني والا ان احنا نختلف بعض الشيء مع ثقافة اكل الخيول يعني. جدا، ايش رايك يعني نشوف ثقافة المغرب اللي بيض الوجه في كأس العالم؟ ما قصروا، لكن يعني في بعض الثقافات راح تندثر من كبار السن اللي يسوونها. اكيد اكيد. الان ندعم الشباب انهم ايضا يحافظون مثل على هذه الثقافات. نعم. ونروح معاكم مشاهدينا الى المغرب، حيث نتعرف على تفاصيل مهارة متوارثة منذ زمن بعيد، ولكنها تواجه خطر الزوال بفعل تراجع الإقبال من الأجيال الشابة. نتابع معكم هذا التقرير. تجلس مجموعة نساء من جنوب غربي المغرب على الأرض لاستخراج اللب من ثمار شجرة الأرغان بهدف تصنيع زيت الأرغان الشهير الذي يرتفع الطلب عليه بقوة حول العالم، غير أن هذه المهارة المتوارثة منذ زمن بعيد تواجه خطر الزوال بفعل تراجع الإقبال من الأجيال الشابة. وتعمل الحرفيات في تعاونية مرجانة الواقعة على بعد 15 كيلومتراً من مدينة الصويرة المغربية باهتمام على إنجاز هذه المهمة، وذلك على مرأى من السياح. وتعمد النساء بخطوة بطيئة إلى سحق الحبوب الصلبة بحصى اخترنه مسبقاً، وأحياناً بمطرقة لاستخراج حبات اللوز قبل الفرز والتحميص والطحن ثم العصر. وتشكل صناعة الزيت التقليدية مع السياحة مصدر الدخل الرئيسي للسكان البالغ عددهم 78,000 في الصويرة المعروفة بحقولها الشاسعة من شجر الأرغان، وهي من النباتات القليلة القادرة على تحمل المناخ شبه الصحراوي في المغرب. وتظهر إحصائيات رسمية أن المملكة المغربية تحصل على أكثر من 115 مليون دولار سنوياً من عملية التصدير، وبهدف تحويل هذه الزرعة التقليدية إلى قطاع عصري ومربح وذي قيمة مضافة عالية، أدرج المغرب الأرغان في استراتيجيته الزراعية لسنة 2030. شفنا معاكم هذا التقرير خالد، اعتقد يعني في جميع البلدان في اشياء توارثها، ولكن تندثر بحكم ان الجيل الشباب، يعني اللهم لك الحمد، يعني نسال الله العلي القدير ان يديم علينا هذه النعم وايضا هذه الامكانيات، ولكن ما يمنع ان احنا تكون عندنا على الاقل ثقافه نورثها لعيالنا ولو معرفه. بالتاكيد اتفق معك، يعني كثير من الامور اللي يمكن يعني تندثر مع مرور الزمن، ولكن يعني توارثها بين الأبناء والدوام الحديث عنها يخليها دائما تكون متأصلة يعني ضمن جذور هذه الثقافات، وعلى الأقل تكون عندها أيضا معرفة عامة في جميع المجالات، ما نتخصص احنا في مجال واحد، كلنا بهوايته، أنت عندك صحيح. هواية أيضا تورثها لعيالك أو تخليهم على معرفة تامة. الآن احنا دائما نودي عيالنا لأفضل المدارس والجامعات، وكان عندنا الدكتور أيضا وراح يعملون البحوث، ما يمنع أنك توصل إلى مصاف العالم والقمم، وأيضا أنت محافظ على هويتك ماشي على توجه بلادك. أتفق معك، وهذا هو الشيء اللي دائما ما نطمح له، لأن أعزائي المشاهدين يمكن هذه رسائل نفهمها بعض الأحيان بين السطور، ولكن نراها مجسدة على أرض الواقع هنا عندنا في قطر. استمتعنا اليوم بتنوع الفقرات اللي موجودة عندنا، وبنكون مستمرين معاكم أيضا في حلقة الغد بإذن الله، ولكن اليوم وصلنا معاكم إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق عمل البرنامج عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني. نعم يا خالد، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والسناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، فمن الله في حلقة الغد. تمام.